الوحده الثانويه الحمايه المدنيه دار شروم العيد، تدخلت لاجل حريق غابه جبل توكيا، مدعومه بكل من وحدتي الثانويه لتلاغمه وتاجنانت، زائد فرقه الرتل المتنقل لمكافحه حرائق الغابات لمديريه الحمايه المدنيه لولايه ميلا. بالنسبه للحريق لاحظنا فيه صعوبات تتمثل في التضاريس والعوامل الجويه اللي هي في بعض الحالات الرياح القويه. الحريق اللي شهدناه مساء اليوم بغابه توكويا تابعه لمقاطعه الغابات شروم العيد، اندلع الحريق حوالي الساعه 9 مساء، وتم بعد تدخل الفرقه الاولى من مقاطعه الغابات شروم العيد تم التحكم نهائيا في الحريق، الا انه بعد انه شهدنا رياح تسمى عاود الحريق اندلع.